إلا حيدنا هذا المشامل هذا من هزيناه من المجتمع المغربي وحطيناه في مجتمع آخر، واش غيبقى يعطينا نفس السلوكات؟ نعم، كان أعتقد بأنه إذا كان هذا المجتمع قادر على إعادة إدماج هؤلاء من خلال خصوصا المؤسسات العقابية، المؤسسات العقابية الآن لا تعمل على إعادة إدماج السجناء وإعادة تكوينهم من خلال إدماجهم في المجتمع، هي لا تعمل إلا إلى إنتاج إعادة إنتاج السلوك ديال التشرميل. وعندما نتحدث عن التشرميل الآن، التشرميل فإذا كان المرحلة الأولى هي التشرميل المظهري وقد ينتقل بعض الشباب للتشرميل الإجرامي، فمآل المشرملين بشكل إجرامي مآلهم هي المؤسسات السجنية. هذه المرحلة الثالثة هي المرحلة التي كنا نأمل بأن هذه المؤسسات العقابية ستعمل على إعادة تأهيل هؤلاء ودمجهم في المجتمع. ما يقع هو أن هؤلاء الشباب يتقاسمون نفس القيم الإجرامية السلوكية داخل السجن، وتتشكل بينهم أيضا رابط اجتماعي جديد وهوية إجرامية جديدة داخل السجن. بعد خروجهم مباشرة فإنهم يقدمون على نفس الأعمال الإجرامية التي اعتقلوا من أجلها، وهنا المؤسسات العقابية لا تقوم بالدور المنوط بها. بينما في مجتمعات أخرى، مجتمعات تحترم تعاقدها، مجتمعات تحترم قيمها، فإن المؤسسات العقابية هي مؤسسات ليست من أجل إدلال الفرد وليست من أجل تأديب هذا الفرد أو انتقام منه، فهي مؤسسات تعمل على الرقي بهذا الفرد ورفعه لدرجة المواطن حتى من الممكن أن يندمج بشكل سلس عندما يخرج في المجتمع، وهذا ما نفتقد إليه في المجتمع المغربي بخلاف المجتمعات الأخرى التي تمتلك هذه القدرة على تأهيل مجرميها ونقلهم إلى مستوى آخر، مستوى المواطن الفاعل والصالح في المجتمع.